جيت مع التالي وخنا غير الزوج غير اكثر منا الحمد لله شكرا بارك الله فيك ربي يجازيكم عينا خير يا اخي اختي بالمناسبه راكي مع قناه رستم تي في هذه تنشط في اليوتيوب اعطينا كلمه حول هذا التظاهره اللي قاموا بها الرابطه وقامت بها تاع الغابات والدائره ماسره وبلاد ماسره بحضور يعني شخصيات يعني ما شاء الله من مجلس الأمة من المجلس الشعبي البلدي الولائي الوطني يعني أعطيني كلمة وجيزة حول هذا التظاهر تفضلي. دوك إلا كان في حضور لهذه الشخصيات اللي قلت المهمة هذا يدل على شيء دل على اهتمام هذه الشخصيات المحلية وحتى الوطنية بهذه التظاهرات وهذه المبادرات اللي تقوم بها على كل حال رابطة أحياء مستغانم وأنا راني فرحانة اللي توسع النشاط تاعها حتى البلديات المجاورة لبلدية مستغانم دوك النشاط تاعها ماراش محصور غير في مدينة تاع مستغانم دوك خارج عاصمة الولاية وهذه مبادرة في الحق لقات عندنا استحسان كبير وهذا الحضور اللي راه هنايا حق حاجة تفرح وحاجة تشجع باللي الناس راهي مهتمة بعنصر مهم في البيئة اللي هو النقاوة عنصر النقاوة وعنصر التشجير وهذا المكان أصلا هذا المكان مخصص للترفيه والراحة للمواطنين احنا ماذا بينا هاد لي بوش اللي راهم قاعدين بلا غرس ما يكفيش برك نغرسو مي المتابعه هي اللي راح تتبين بلي غرسنا باسكو الحاجه المهمه في سختو عمليه الغرس ما يلقش نغرسو ونفوتو لازم لنا نعطوها اهميه سكون ابل لونتروتيان خصنا على الاقل عام وحنايا نتبعوا في هذه الشجره باش نتاكدوا بلي نجح وممكن تعطينا شجرة كبيرة إن شاء الله تنجح. حتى سؤال ثاني من فضلك راكي ممثلة نتاع البيئة أنت عبر الولاية مستغانم واش الرسالة نتاعك اللي توجهها للمواطنين نتاع البلدية والضيوف اللي جوا عندنا لهنا لونطوراج كامل بالولاية بالبلديات نتاع دائرة مسرح تفضلي مدار في الحق هذا يعتبر نموذج هذا اليوم هذا نموذج لبلديات أخرى وفي الحقيقة هذه المبادرات هذه ماريش داخلة على المجتمع تاعنا تطورت وبدات تطور وهذا دليل على الوعي اللي وصل ليه المواطن في الجزائر على كل حال ما كانش كاين بكري هذا الوعي هذا والحمد لله اللي راه في عنا ثقافة بيئية الكل راه مشارك الأمن الوطني الغابات البلدية الحماية كاع السلطات المحلية والمجتمع المدني راه حاضر معنا هذا يشجعنا كبير ونفتخروا به على كل حال مشكورة مدام بارك الله فيك التدخل تاعك شكرا شكرا